انضم إلينا من لندن عمرو المنيري مراسل غد. عمرو، إذن الوسائل الإعلام البريطانية تتحدث عن أن مسألة الخروج البريطاني ستنتهي هذا الأسبوع، هل من مؤشرات عن ذلك؟ لا أعتقد ذلك، خصوصا بعد الخبر العاجل الذي أتانا منذ قليل أن بوريس جونسون رئيس الوزراء تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأنها أخبرته أن هذا الاتفاق يبدو أنه من المستحيل أن يحدث إلا في حالة إذا ما بقيت أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي. إذن ربما نحن قبالة انهيار في هذه المفاوضات التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي وتستمر اليوم على هذا الشكل. هناك يبدو أن تغير جديد، وأن هناك عدم نوع من عدم الترحيب بالنسبة للاتحاد الأوروبي لهذه الصفقة، وهناك أيضا تناقضات كثيرة فيما يحدث خلف الكواليس حول هذه الصفقة أو حول جدية هذه المفاوضات بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي. كأن أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون ينتظرون رد فعل أو موقف أيرلندا من ذلك، ما الذي يتوقعونه أو ما الذي يعولون عليه؟ نعم، يعني أتعرفين في هذا الاتفاق أو هذا العرض الذي قدمه بوريس جونسون به بعض التغيرات القليلة بالنسبة للشبكة الأمنية أو الدعم الأمني أو المعروفة بالباك ستوب داخل أيرلندا الشمالية، والخاصة بالبضائع المختلفة من وإلى جمهورية أيرلندا. هذه النقطة هي نقطة بديلة للاتفاق الذي أبرمته تريزا مي من قبل، لكن حتى الآن لم يصل البريطانيون إلى حل مباشر يرضي الاتحاد الأوروبي حول كيفية التخلص من الشبكة الأمنية ووضع بدائل لها عن طريق التكنولوجيا. والاتصال الهاتفي الذي جرى منذ صباحة هذا اليوم وأعلن عنه مجلس الوزراء يؤكد أن ميركل أنها لديها الموقف، وأن هناك من سيعترض داخل الاتحاد الأوروبي على أي جديد إلا إذا وافقت أيرلندا الشمالية على ذلك. وهذا معناه بحسب الاتفاق الجديد أنه على أيرلندا الشمالية أن يكون برلمانها أن يوافق على هذه الصفقة من عدمه، وأيضا أن سيكون من حق جمهورية أيرلندا أن تقوم بفيتو على أي اتفاق إذا لم يتوافق معها. إذن ستتعقد المشكلة. لكن هناك من يقول أن بوريس جونسون والحكومة البريطانية تضع الاتحاد الأوروبي في مأزق وتفرض عليه أنه إما هذا الاتفاق كما كانت تقول تريزا مي أو الخروج بدون اتفاق، أو على الأقل سيكون هناك نوع من حجب الثقة واختيار مع حكومة جديدة، وبالتالي تواجه أوروبا أحوالا جديدة بحكومة جديدة وربما اتفاق جديد. شكرا جزيلا لك عمرو المنيري على هذه الإحاطة. مراسل غد كنت معنا من لندن.